برنامج في ولاية إسكرا خصوص المبادئ لدعم هذا بابا غزار بيان سور لي تيم اي لي بيرسون دو ريفيرونس دو سيت اتيلي إيل كونسيست أن ورشة اللي نخدموا بها برنامج الشراكة هذا مع الاتحاد الأوروبي حول دورات تحسيسية حول المبادئ والأسس للفلاحة البيولوجية. طبعا هذا سيكون كعمل تمهيدي لشراكة وتوأمة إن شاء الله في المستقبل القريب لتكون مع الاتحاد الأوروبي من أجل وضع الأطر القانونية للفلاحة وترقية الفلاحة البيولوجية في الجزائر. المشروع الذي يشمل الدعم التقني لوزارة الفلاحة الجزائرية يدخل في إطار نظرة شاملة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بحيث أن العملية المتعلقة بالفلاحة البيولوجية هي عملية محدودة حاليا، غير أنها ستسجل في إطار أشمل أين سيتم إنجاز عدة توأمات بين الطرفين من بينها توأمة قريبة خاصة بهذا الجانب.